سهيل بالجهب وفنانين الجنوب ما رايحينش يتكرموا، هذا مهرجان للناس تاع العاصمة، هذا المهرجان خاص بالفنانين تاع العاصمة ولا ما على باليش. المهم سهيل بالجهب نحيوها من راسكم، ما رايحش تتفعل في هذا المهرجان. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن عربي. إذا كنتم أول مرة تشاهدون هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك، تفعيل زر الجرس كي تتوصل بكل جديد، ولا تنسوا دعم مقطع الفيديو بزر لايك. مهرجان التراث الجزائري يمتد من بداية شهر أوت إلى غاية بداية شهر سبتمبر، يعني من أول شهر 8 إلى غاية بداية شهر 9. طيلة هذا الشهر كله سوف تشهد الجزائر تظاهرة أو مهرجان للاحتفال بالتراث الجزائري وبالثقافة الجزائرية وبالفن الجزائري. عندما نقول التراث الجزائري يعني لهجة، أغاني، فنانين، مغنيين، شعراء، أدبيين، ممثلين والعديد 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 من الجزائريين الذين يمثلون الجزائر أحسن تمثيل. شاهدنا في افتتاحية الحفلة، يعني كانت افتتاحية جد مقززة وجد مشمئزة وجد منرفزة. أول شيء يعني في نفس افتتاح الحفل صادف وفاة الفنانة الجزائرية نورية قزدرلي والفنان الجزائري عمي البشير أحد أبطال سلسلة نسم الحسيدي. ووزيرة الثقافة الجزائرية اللي نوجهولها تحية غصبا عنا، نقول لها مش نقول لها نحكي لكم واش دارت يوم الافتتاح. حضرت للباس الكراكو، شبك لبك وزدح ورديح، ونسات الجنازة الأكبر عمالقة الفن الجزائري، يعني حتى هما من سفراء الفن الجزائري وهما فنانين جزائريين ومن أعمدة الفن الجزائري، يعني ماشي فنان بان البارح واليوم مات باش نقولوا هي ما تحضرش، يعني قدموا 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 حتى ممكن هي من صغرها وهي تتفرج عليهم. يعني نورية قزدرلي غنية عن التعريف، عمي البشير أيضا غني عن التعريف. المهم هذه هي المهزلة حصلت في الافتتاح. وتوالت يعني المصممين شرفونا، الفنانين ما شاء الله عليهم، يعني بداية بعد الافتتاح، يعني حتى الافتتاح كان مشرف، حتى انه الوزيرة تجهزت الجنازات حتى ما بعثتش من نوابها ولا منتدبينها ولا يحضروا هذه الجنائز، ما بعثتهمش، واكيد انتم عرفتوا. وتوالتها يوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم حتى الحق الاختتام، والاختتام كان في شهر سبتمبر، يعني كان منذ يوم أو منذ يومين، المهم في شهر سبتمبر، يعني في هذه الأيام اللي رانا فيها. المهم وش هذا الاختتام؟ تكريم الفنانين واستدعاء الفنانين الجزائريين. احنا قلنا راح يكونوا ممثلين، راح يكونوا كذا، راح يكون احتفال، راح نعرفوا بهذا الاحتفال على الفونس، وراح ينحضروا كاع، يحضروا من كاع الولايات يشاركوا، لانه تحيتنا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، انه قالنا جزائر جديدة، احنا حسبنا جزائر جديدة بوزراء جدد، ما كانش العصابة، ما كانش تحت لتحت، ما كانش الحواسط اطباق، ما كانش الحزب الكابة، احنا قلنا كاع هادو رايحين يختفوا. ولكن لقينا المشكل ماشي في الرئيس، ولا المشكل في المشكل راه من الجذور، يعني المقيمين لسات الطاقم المقيم على القطاع الثقافي لازال هو هو، واذا ما كانش هو مازالوا يمشي بنفس العقلية، يعني تهميش الفنانين، احتقار الفنانين، دعس الفنانين، تهميش، حقرة ما عرفناش انه الجزائر، ما على بالناش تكون الجزائر هذه، لما يقولوا التراث الجزائري يتحدثون على التراث الجزائري في الجزائر العاصمة وضواحيها فقط، الشرق والغرب والجنوب ما همش من الجزائر. وشكون واش فهمونا واش هي الجزائر الجديدة اللي راكم تتحدثوا عنها؟ راني نتحدث في نطاق ثقافي، اما النطاق الاخرى التربوي او مش شغلي وما راحش نتحدث عليه، ولكن وراه الجزائر الجديدة في النطاق الثقافي في القطاع الثقافي، وراه وزيرة الثقافة الجزائرية اللي شهدنا من عهد خالد التومي الى غاية مريم رادسي ولا المهم
الى غايه عهد وزيره مراتسي اللي كانت الوزيره في عام لسنه 2019 اللي هي استقالت بسبب الانتقادات اللي طرحتها. يعني في كل هذه السنين وحنا نلاحظوا التهميش لكثير من الفنانين، بديناها بفولة الجزائريه اللي راح تبكي في البلاطوات التلفزيونيه وتبهدل فيكم وتحللكم وتناشدكم، ما رحمتوهاش رغم انها سلطانه الطرب العربي. لبنان قيموها، مصر قيموها، وين ما تروح سلطانه 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 ويصدقولها ويحطوها فوق راسهم. لا، في الجزائر يدعسوها، في الجزائر يدعسوها. توالت 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 الايام ويخرجوا فنانين ويتشهروا عربيا وكذا وكذا وكذا، حتى وصلوا سهيله بن الاشهب. سهيله بن الاشهب من يوم يومها محقوره، يعني من يوم يومها مهمشه، والسبب لانها من المسيله. سهيله بن الاشهب هذه من المسيله، ما راحش تتكرم. سهيله بن الاشهب من المسيله، ما تعيطولهاش للمهرجانات. سهيله بن الاشهب من المسيله، ما تمدولهاش التاشيره. فنانين الجنوب حقروهم، فنانين كذا فنانين كذا. حتى شفنا انه محمد الخامس ربي يرحمه هو يعني من واد السوف من الجنوب، رغم طلته الجميله وجماله وكاريزما وصوت وشهره، محبوب عند لقب فنان العرب، يعني في الخليج يحبوه، حب الفنانة السورية أصالة ليه، يعني وكل هذيك الامتيازات اللي خداهم ما تكرمش في بلاده ولا مرة. ما شفتوش يغني في أي مهرجان في بلاده ولا مرة، ما شفتوش في حصة تلفزيونية بزاف كيما الفنانين الأخرين. نشوفوه في كاميرا كاشي مسكين، يعني في كاميرا كاشي يعيطوا له. وشفناه في آخر برنامج اللي كان مع صيف بلادي مع رياض بن عمر، اللي نوجهوا له تحية، اللي كان آخر برنامج في مشوار حياته. وبعدها جاء فصل جاء شهر سبتمبر اللاعين واخذ منا محمد الخامس. المهم نرجعوا لموضوع سهيله بن الاشهب. سهيله بن الاشهب اللي دارت جلسه تصوير عالميه للتراث التقليدي، لللباس التقليدي الجزائري. كل لباس تلبسه الهاشتاج تاعها بفضل تسونامي السهلاوي، بفضل جمهورها المليوني، يوصل بنسبه كبيره من الهاشتاجات يتصدر الترند في تويتر. تصدر التيرين ديال القفطان، الجبه القبيليه، النحفه الشاويه، الجبه القسنطينيه، البلوزه الوهرانيه، الكاريكو العاصمي، يعني كل حاجه تلبسها وتديرها يتصدر التيرين في تويتر. وناهيك عن الانتشار العربي، يعني كل الصحف العربيه هدرت عليها، اي تي بالعربي، انسايدر بالعربي، الكثير، حتى القنوات الخليجيه ولو تعرفوا على لباسنا التقليدي من خلال سهيله بن الاشهب، غير يقولوا سهيله سهيله سهيله، تخرج من فمهم كي العسل كي السكر، الاسم تاع سهيله بن الاشهب، وهما مفتخرين بها، ماشي بنت بلادهم، راهي بنت الجزائر وراهي تمد ليهم، رغم ذلك مفتخرين بها. وناهيك عن القنوات المغربيه، المصريه، اللبنانيه، السعوديه، اللي موجودين في اليوتيوب، دي يوتيوبر دي يوتيوبرز، دي انستغراموز. هضروا على سهيله بن الاشهب، حطوها فوق لسانهم، غير بالكلام الحلو، يا مزايا حلوه، غير حتى الكسكس الجزائري، يعني يا عباد الرب، دارت جبه واحده في العيد ودارت صحن تاع كسكس قنوات مصريه، حتى ولو قنوات على اليوتيوب، ولكن حكوا عليه بطريقه ظريفه، شكروها وحبوها. وفي الجزائر هي نجمه الجزائر الاولى، ما كانش وحده دارت نجاحها، ما كان وحده جابت مشاهداتها، ما كانش واحد جابت الهاشتاج تاعها، حتى لما ما رضيتوش نفس وزاره الثقافه الجزائريه اللي همشتوها العام الماضي من المهرجانات وما رضيتوش انكم تمدوا لها التاشيره، الهاشتاج تاعها كلها كلنا سهيله تصدر الترند في الوطن العربي، حتى ايتي بالعربي وهضروا عليه ومالكم. حتى هي مسكينه لما راحت باش تستلم جائزتها في مصر قالت، قالوا لها واش حكيتك مع وزاره الثقافيه؟ قالت لهم ستوب ستوب ستوب، حبس وقف هنا. قالت لهم هذوك ولاد بلادي، ما نحكيش عليهم برات البلد، يعني بهدلتهم في وسط ارضهم باش تدافع عليكم انتوما، اللي اليوم حرمتوها من حقها، هذا حقها، هي سفيره التراث الجزائري، سفيره اللهجه الجزائريه، وسفيره اللباس التقليدي الجزائري، يعني كل جزائريه اكيد هي سفيره، وهي من ضمن سفراء الجزائر اللي شرفونا برات خارج وداخل الوطن. يعني سهيله بن الاشهب رغما عنكم هي عندها جمهورها، ولكن جمهور وحده ما يكفيش، لازم بلادها، لازم بلادها تدعمها. وين مهرجاناتها؟ وين حفلاتها؟ وين حتى تكريم؟ نقولوا مهرجانات معليش ما تمدولهاش، راهي تغني في دبي، راهي في الطريق للعالميه، ماهيش ما تسحقش مهرجاناتكم، مع انه من حقها وغصبا عنكم. قلنا معليش حفلات، قلنا معليش
حرمتها من بلاطوحات تلفزيونية، قلنا معليش، ولكن تكريم اللي من حقها لأنها سفيرة التراث الجزائري، قولوا لي جيبوا لي فنانة روجت لللباس التقليدي الجزائري بكمية سهالة، أكيد كلهم لبسوا جزائري، كلهم غنوا جزائري، كلهم كذا، ولكن جيبوا لي واحدة دارت ضجة كما دارتها سهيلة بلجة، ما تجيبوليش، علاش ما تستدعوهاش؟ تقولوا لي استدعيناها وما جاتش، برر برر نفسك، برر، راهي الناس هاشتاغات، راهي السوشيال ميديا مولع، علاش ما جبتوش سهيله بالجهاد؟ برروا رواحكم، قولوا انه احنا ما جبناش سهيله بالجهاد، والله حسبي الله ونعم الوكيل. وانت يا وزير الثقافه الجزائريه حسبي الله ونعم الوكيل. ورسالتنا كجزائريين وكمحبين للتراث الجزائري وكمحبين لسفيره لسعاده السفيره سهيله بالجهاد بنت الجزائر ونجمه الجزائر الاولى اللي شرفت الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن، نطالب بالإنصاف، نطالب بالإنصاف. علاش سهيلة بلجهاد ما استدعتش؟ نريد تبرير من وزارة الثقافة الجزائرية، علاش ما استدعيتوش سهيلة بلجهاد؟ علاش ما استدعيتوش ريان برانسي؟ حتى هو كيخدم معاها وهمشتوه، هو مجرد مصمم ومنظم عروض أزياء، يعني هو شو ذنبه؟ هو خلاص جاب هذا معاها جلسة تصوير وسالينا. علاه علاه هو ما سدعيتوش؟ على الاقل سهيله تكرهوها ما بغاتش تصرط هنا لانها ناجحه وهي من المسيله، ايه من جنوب الجزائري، بنت سيدي نايل ومن المسيله، في المسيله ماشي مسيله فيل، من بوسعاده، بوسعاديه، وتفتخر ونفتخر بها كلنا كجزائريين. وانا هنا هاني هنا من بجاية، راني منكم، راني من القطاع تاعكم، قدرنا نصفقلكم، جبتوا فنانين اللي هما من اصلي ومن عرقي ومن جهتي وما راحش نصفقلكم، لانه ما نحبش الظلم، كلمه الحق لازم تتقال، وهذه هي، وهذه المره مهزله، يعني سنه 2020 مهزله على الاقل. حتى في الحفل وين راهي الكمامه وراهي لابافيت؟ نطالب رئيس الجمهوريه الجزائريه بمعاقبه وزيره الثقافه الجزائريه ويعاقب جميع الحضور اللي كانوا في هذاك الحفل، ما شفنا لا كمامه، ما شفنا لا تباعد، ما شفنا ولا شيء، شفنا الشطيح والرديح والزغاريت والتهميش، هذا واش شفنا؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وهذه هي بلادنا للاسف، يعني حنا نضربوا ونقاتلوا باش نحميو تراث بلادنا، ولكن باش نقول لكم حاجه، ان سهيله بلجهاد ما راحش تحكي وما راحش الناس يقولوا تخرج عن صمتها، ما راحش تحكي وما راحش تدير ستوري وما راحش تتكلم، لانه هي ماهيش على جال تكريمكم تمثل بلادها، هي تمثل بلادها بسبب هذيك قطعة اللحم الموجودة في الجهة اليسرى لها، هي من أجل هذاك القلب اللي ينبض بحب الجزائر، اللي بحب الوطنية وحب التراث الجزائري والثقافة الجزائرية والفن الجزائري، من أجل ذلك سهيلة بلجهاد راهي تخدم وتزيد تخدم وراح تخدم وراح ومدات البلاد وراح تزيد تعطي البلاد بإذن الله، وإحنا كجمهورها وكمحبينها راح نظلوا واقفين معها، وربي يحفظها ويخليها لنا. ولكم شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو فيديو نهار اليوم لمهزلة مهرجان التراث الجزائري، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.